طب جيت هنا نربط مع بوابة دفع بيبال، يعني نشوف كيف نتعامل مع الاي بي اي الخاص ببيبال. طبعا في زي ما حكينا بيكون في شرح مانيولي للربط مع الاي بي ايز من خلال الدوكيومنتيشن هم بيوفروه، وبالتالي لو انا بدي اشتغل بالطريقه اللي اشتغلنا فيها في الفيديو السابق من خلال اتش تي بي كلاينت، فانا بدي افهم كل نقطة هان، مثلا كيف بدي أعمل أوثورايز لبيمنت، فبدي أبعت ريكوست مثلا بطريقة البوست عشان أنشئ البيمنت. تمام، خلينا نشوف مثلا زي كذا. تمام، هذا حتى عملية كابشر. هي غالبا في الأوردرز، إحنا بدنا ننشئ أوردر في الأول، فهنلاقي في الريفرنس هنا بتكلم على حاجة اسمها أوردرز. الاوردر زي باي مثلا بدي انشئ اوردر، فبروح ابعت ريكوست بطريقه البوست على هذا اليو ار ال. تمام، وبيطلب مني مثلا بيانات معينه، هنلاحظ انه مثلا بيطلب مني اني ابعت الاوثرايزيشن هيدر. طبعا هذا حنشوف كيف احنا بيتم انشائه. وهنا البادي، طبعا البادي بيكون هنا مش مشروح بشكل واضح ايش انا لازم ابعت بيانات، كل قيمة أو كل input إيش نوعه، وإيش هل هو مطلوب بشكل إجباري أو لا. تمام، فإحنا مثلا أول مرة بدي أنشئ order بدي يكون الهدف منه authorize، إنه أنا بدي أسمح لليوزر ينشئ order. ال pair object مش مطلوب، لاحظوا إنه مش required. عندي مثلا purchase units وهكذا، وفي عندي تفاصيل معينة لازم نبعتها. زي ما حكينا، قلت لو انا بدي اشتغل بالطريقه ال اتش تي بي كلاينت، فانا بدي اكون افهم الشريحه هذا بشكل كامل وكيف الريسبونس بيرجع لي وبتعامل معه. او زي ما حكينا، في اغلب المواقع زي باي بال بيوفروا لي حاجه اسمها الاس دي كيز. في الاس دي كيز عباره عن مكتبات برمجيه جاهزه باللغه، غالبا حلاقيها باللغه اللي انا بتعامل معها. احنا لارافيل حكيت هنحتاج اللي هي الاس دي كي الخاص بلغه بي اتش بي، فهي الاس دي كي تبعهم، فبدنا نعمل له انكلود عندي في المشروع. فطبعا ممكن نلاقي الشرح كيف نتعامل معه. طبعا بما انه هذا بروجكت او هذا عباره عن لايبراري، فانا بقدر استخدمها خلال كومبوزر ريكوير. إذا عشان أنزل أول شغلة بدي أفعل الـ SDK هذا في المشروع تبعي، فبدنا نيجي على المشروع ونيجي نحكي هنا Composer Require واسم المكتبة. تمام، يعني مرات مفترض يكتبوا لنا إياه، لكن لو ما كان مكتوب إحنا ممكن نحصل عليه من ملف الـ Composer.json نفسه. هاي باي بال وهي اسم المكتبة اللي أنا بدي أعملها انكلود. نضغط انتر وحنبدأ نعمل انكلود الملفات تبعتها. طب هيك المكتبة تقريبا نزلت، هنبدأ نستخدمها الآن. هذه المكتبة حسب الدوكيومنتيشن اللي احنا محتاجين طبعا لما بدنا ننشئ اوبجكت منها، بدنا نبعت بيانات الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت والانفايرومنت تبعتني، هل انا بدي اشتغل ساند بوكس او بدي اشتغل لايف. طبعا احنا كتستنج حنشتغل ساند بوكس. هاي التفاصيل طبعا عشان ما ابعتهاش كل مره، فيفضل نخزنها في كونفيج فايل. طبعا من حسابنا اللي على الديفلوبر تبع بيبال، انتم بتقدروا تحصلوا على بيانات الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت. فاحنا هنجهز في المشروع في ملف الكونفيج تبع السيرفيسز، غالبا هذا افضل مكان نحط فيه القيم هذه. مثلا هروح اضيف هنا باي بال، والباي بال هذه حتاخد اري. هنحكي هنا انا محتاج ابعت الكلاينت اي دي، طبعا انا بحكي له اعمل ريفرش عشان الفتره. طب هنبعت، هنحكي انه في عندي هنا كلاينت اي دي، هاخد قيمته طبعا من الموقع. هاي الكلاينت اي دي كوبي، هنعمل له بيست. تمام، في عندي الكلاينت سيكريت او السيكريت، هاي السيكريت برضو هاخد بياناته من الموقع. طبعا شو يفترض انه انا اعمل كوبي لهذا السيكريت. تمام، ونعمل له بيست.
بعد ما نعمل بيست ممكن نحدد المود تبعنا، انه احنا مثلا حاليا شغالين المود تبعنا لايف ولا ساند بوكس، هنحصر انه المود تبعنا في المرحلة هذه والساند بوكس. بشكل عام هاي ممكن البيانات الأساسية اللي أنا أكون محتاجها عشان أربط مع البيبال. أهم شغلة هي الكلاينت اي دي والسيكريت، وإن ننتبه إنه هدول البيانات بتعتمد على المود. فلو أنا كنت ساند بوكس فالكلاينت اي دي والسيكريت هيختلفوا، ولو كنت لايف هيكون عندي كلاينت اي دي وسيكريت مختلفين. يعني لكل مود في عندي كلاينت اي دي وسيكريت بيختلفوا عن بعض. إحنا هيك جهزنا الملف الكونفيجريشن. خلينا نجهز الكنترولر اللي هنستخدمه عشان يعمل سيميوليشن لعملية الدفع. هنعمل هنا كنترولر جديد PHP Artisan Mac، طبعا كنترولر خلينا نسميه تشيك اوت كنترولر. التشيك اوت كنترولر هي موجود، هنعمل بداخله public function مثلا اوكي function مثلا اسمها create order، انه انا مثلا هنا هنشيل الاوردر تبع البيبال. طبعا يفترض انه احنا في اللوجيك البرمجي لو انا عندي ستور في المنطقة هذه انا بعمل create للاوردر تمام in the system، وبعد هيك بعد ما انشئ الاوردر بدي اوجه اليوزر تمام لصفحة الدفع، طبعا then redirect to payment gateway. فاحنا فعليا بدنا نفترض احنا عملنا جزئية اللي كريت للاوردر، فبدنا نيجي الوقت نتكلم على جزئية الريدايركت اللي هي عملية انه انا انشئ البيبال. عشان انشئ اوردر طبعا هنا في شرح واضح في الدوكيومنتيشن تبعهم كيف انا بدي امشي. فبدنا ننشئ ريكوست لاوردرز كرييت ريكوست، فبدي اعمل اوردر كرييت ريكوست وبحط بعض التفاصيل فيه وهذا البادي تبع الريكوست، وهنشرح ايش المقصود فيه وبعدك بنفذ الريكوست هذا تمام. اللي حيرجع يفترض انه في الريسبونس اللي حيرجع لي تفاصيل، اهم شغله بترجع لي موضوع اللينكس اللي حترجع لي تمام. في عندي لينكس له علاقة بموضوع الابروف وموضوع الكابشر وهذا حد حنحكي عنه. طيب عشان نتعامل هنا بدنا نكتب الكود هذا تمام، فهناخد الكود هذا وهنوضح ايش هو ونتعامل معه. format document طبعا اليوز هذه هتكون فوق، وهنعمل هنا format document. طيب الخطوة الأولى إنه بدنا نشي order request من البيبال، طبعا هذه مكتبة البيبال SDK اللي احنا نزلناها، نفترض إنها نزلت وخلصت تمام. بعد هيك طبعا هذا البريفير هذه بدنا نحطها دائما، البريفير اللي هو ريتيرن ريبريزنتيشن. البادي هذه النقطة المهمة، البادي هنا بيحتوي عبارة عن اري فيها تفاصيل البيمنت، طبعا هذه المينيمم داتا المطلوبة اني ابعتها. في السامبل في هذا الموقع في السامبلز هتلاقوا لو انا بدي ابعت بيانات اضافية، يعني هتروحوا لو رحتوا على في السامبلز على الاوثرايزيشن في الكرييت اوردر، هذه فعليا كل البيانات اللي انا ممكن ابعتها الانتنت اوثورايز. طبعا هذه النقطة مهمة، الابلكيشن كونتكست هنحكي عنه تمام، والبيرشيس يونت فيها تفاصيل يعني مفصله، مثلا اتكلم ابعت الايتيمز كل ايتم قديش قيمته، ايش قيمه الشيبنج تمام، ايش قيمه التاكس، الايتيمز نفسها اسم المنتج وصفه الاس كيو تبعه اللي هو عباره عن الكود سعره تمام. هاي الشغلات مش مطلوبه ولكن اوبشنال، فلو انا بدي ابعت الديتيلز هذه لبيبال فانا ممكن ابعتها. بشكل عام بيبال بتطلب مني على الاقل ابعت البيانات هذه. طبعا اول شغله لازم ابعت الانتنت كابشر، انا لسه بدي اعمل اوردر. في البيرشيس يونت الري هذه بنبعت فيها تفاصيل الاوردر. الريفرنس اي دي غالبا هذا بنستخدم له الاوردر اي دي تبعنا اللي احنا انشاناه فوق تمام. احنا هنا هننشئ اوردر، فالاوردر راح يرجع لي اوردر اي دي، فيفضل دائما الريفرنس اي دي هيمثل الاوردر اي دي تبعنا تمام. فلو افترضنا الاوردر دي تبعنا كان رقمه مثلا 2020 وتمام
12 نعتبره هو السنة التاريخ اليوم. تمام in our system، لأنه هذا حنحتاجه في عملية الريفرنس. لما طبعا هذا المبلغ اللي أنا بدي أخلي الزبون يدفعه، يعني هذا المبلغ النهائي اللي حيدفعه الزبون. هنا بنتكلم على مبلغ 100 دولار، طبعا الكرنسي كود بنبعت العملة، وبالتالي ممكن حتى أحدد هنا نوع العملة، هل تكون دولار أو شيكل أو غيره. طيب النقطة المهمة الآن هي موضوع الابليكيشن كونتكس اري. هذه في الابليكيشن كونتكس أنا في عندي 2 يو ار الز لازم أبعتهم. الهدف من هذول اليو ار الز انه انا بمجرد ما انشئ اوردر البيبر حترجع لي ريسبونس بيحتوي على روابط، انا حوجه المستخدم لهذا الرابط. المستخدم لو عمل عمليه دفع تمام حيدفع، طبعا هو في صفحه في موقع بيبر، فانا بعد ما يدفع بدي اخلي بيبر ترجعه على موقعي على صفحتي. فهنا بدنا نحط الرابط اللي حيكون في الموقع تبعي اللي حيرجع اللي دفع على الموقع تبعنا. الكانسل يو ار ال نفس الفكره، حيكون رابط عندي في الموقع انه لو اليوزر ضغط كانسل يعني ما بده يكمل عمليه الدفع، انا ايش بدي اعمل؟ فانا فعليا لازم اكون معرف هدول الراوتس في السيستم عندي. هذا خلينا نعمل هنا في الويب تو راوت، راوت بطريقه الجيت، خلينا نسميه مثلا باي بال سلاش ريتيرن، انه هذا الراوت تبع الباي بال لما ترجع. هنعطي له اسم نسميه مثلا paypal.return. طبعا هاي يفترض انه لما يرجع وين بدنا نوديه؟ بدنا نوديه مثلا على الكنترولر اللي احنا سميناها check out controller، check out controller. والميثود مثلا هنفترض انه عندي ميثود اسمها paypal.return. هنعمل كمان راوت للكانسل، هنسميه مثلا بيبال كانسل. تمام هيروح على التشيك اوت كنترول تبعنا، وحيكون في عندي هنا ميثود اسمها بيبال كانسل، ونسمي الراوت هذا كانسل بيبال دوت كانسل. الان هذا الراوت هو اللي حمرره للكانسل يو ار ال وللريتيرن يو ار ال. يعني هنا هحكي له يو ار ال راوت، واسم الراوت تبعنا paypal.cancel. طبعا ليش استخدمت ال URL؟ عشان يرجع لي رابط كامل يعني مع الهوست تبعي بالشكل هذا، فاستخدمنا ال URL في كيد للموضوع هذا. URL برضو هات لي الراوت تبع ال paypal.return. هذول الراوتس انا عرفتهم. طبعا زي ما حكينا وظيفه الراوتس هذول انه بمجرد ما يتم عمليه الدفع اليوزر حيتم توجيهه، بمجرد ما انا انشئ الاوردر، بمجرد ما انشئ الاوردر هو خلال انا بعمل تنفيذ للريكوست تمام، حيرجع لي هنا في الريسبونس رابط، فانا لازم اوجه المستخدم لهذا الرابط. وقت هنا بدنا نكتب، بدناش نطبع احنا الريسبونس تمام، بدنا او خلينا نشوف الريسبونس ونشوف ايش حنعمل فيه او ايش البيانات اللي بتلزمني من هذا الريسبونس اللي بيرجع. طبعا هي بيانات الكلاينت، هي بيانات الكلاينت تبعت الباي بال، فاحنا لازم نكون منشئين الكلاينت هذا. فاحنا عشان ننشئ كلاينت مشروح يمكن في الجزئيه اللي فوق كيف انا بنشئ كلاينت اوبجكت من خلال الطريقة هذه. طبعا أول شغلة محتاج أعمل يوز للمكتبتين هذول أو التو كلاسز هذول في المشروع تمام، اللي هو البيبال اتش تي بي كلاينت والساند بوكس انفايرمنت اللي احنا شغالين ساند بوكس تمام. البيانات أو الكلاينت حننشئه من خلال الفاريبلز هذول، أو خلينا ناخد الكود اللي هنا ونغير فيه حسب ما احنا محتاجين. طيب الكلاينت اي دي احنا خزناه في ملف الكونفيج، فانا ممكن اجي احكي له هنا لو انا قلت له الباي بال كونفيج، باي بال كونفيج يساوي من الكونفيج انا السيرفيسز دوت باي بال، فانا هيك جبت كل الكونفيجريشن الخاصه باي بال بيبال. طبعا هذا عبارة عن array، فأنا فعليا عندي في الأري تاعت البيبال config في عندي اللي احنا سميناه client id underscore id، هيك سميناه في ملف ال config،
client underscore id وهنا سميناه secret فبنحكي له من الconfig هات لي secret. في الانفايرومنت هنبعت الكلاينت اي دي وهنبعت السيكريت من خلال بنشئ انفايرومنت ولما اجي انشئ الكلاينت بحكي نيو بيبل اتش تي بي كلاينت وببعت له الانفايرومنت تبع الساند بوكس. انا هيك فعليا جبت الكلاينت. هذا الكلام فعليا نحتاجه اكثر من مره عشان هيك هنحمل هنا الكلاينت يساوي this get paypal client وهروح اعمل هنا protected method اسمها get paypal client عشان كل مرة احتاج هذا الكلاينت بدل ما انا اكتب الكود هذا اكرره وهنا حنعمل return للكلاينت اللي انشأناه. فكل مرة بحتاج فيه الكلاينت هنستدعي. هنا بنعمل execute طبعا هنا ال HTTP exception هذا هيرجع لي من ال exception تبع ال مش عارف هو ايش من المقصود في exception من اي exception بده يرجع هل تبع symphony مش واضح ال namespace تبعه بس هو غالبا يا حيكون يا اما جايني من paypal او من symphony حناخد تبع symphony غالبا هم غنيين عليه بالشكل هذا. لأن اللي حيصير كالتالي انه انا جهزت الريكوست تبعي زي ما اتفقنا الريكوست بهمني على الاقل ابعت قديش المبلغ اللي بدي اخصمه من اليوزر وبهمني ابعت الكانسل والريتين يو ار ال اللي هم عباره يكونوا عباره عن روابط عندي في الموقع بحيث انه بمجرد ما اليوزر بعد ما انا اوجه على صفحه الدفع البيبل حترجعوا على صفحه الريتين اللي انا مجهزها تمام وانا هناك بدي اروح اتاكد انه العمليه الدفع تمت او لا. فاحنا فعليا لما عملنا الراوت تبع الكانسل والريتيرن احنا حكينا في عندي حيكون ميثود اسمها بيبل ريتيرن وبيبل كانسل في التشيك اوت كنترولر معناته انا بدي اجي هان اعمل بابليك فانكشن اسمها بيبل ريتيرن وهنعمل برضه بابليك فانكشن اسمها بيبل كانسل. غالبا احنا بهمني الريتيرن انا في الريتيرن بدي اروح احدد انه مثلا الاوردر هذا تمت عمليه الدفع فيه وزائد انه في تفاصيل ثانيه لازم نعملها. الان هنا بعد ما نعمل اكسكيوت احنا هنا الكود اللي هنطبع شكل الريسبونس اللي رجع لي من البيبال تمام. فخلينا نجرب صفحه التشيك اوت هذه طبعا برضه محتاج انه احنا نعمل لها راوت. هنا اعمل راوت هو مفترض يكون بطريقه البوست لكن عشان هدف التستنج هعمله بطريقه الجيت هعمل راوت اسمه تشيك check out هيستدعي ال check out controller at اللي هي احنا سمينا الميثود create order بالشكل هذا. خلينا نشوف العملية هذه كيف حتتم. لو حكينا local host تبعنا slash check out ونشوف الناتج اللي حيصير. Trying to access array offset on value of null في line 63 ايش عندنا في line 63 غالبا هنا احنا غلطانين برضه باسم الملف اسمه services ملف ال config. مرة ثانية refresh هذا ال response اللي رجع من paypal هلاحظ انه response status code 201 يعني انه فعليا انشأ لي ال object وهلاحظ انه هاي البيانات طبعا الكابشر ستيتس حاليا عباره عن كرييتد وهي موضوع مهم موضوع انه انا الكابشر لسه تبع الكرييتد لسه بدي احوله لابروف. الان النقطه المهمه انه انا حلاقي هان رجع لي حاجه اسمها اليو ار الز يمكن هنا في الدوكيومنتيشن شكل اوضح الريسبونس شكله اوضح تمام يعني الريسبونس هي اللي رجع لي ستاتس كود 200 اي دي انتنت والتفاصيل هذه. اهم شغله انه حيرجع لي حاجه اسمها اللينكس. في اللينكس هنا حيرجع لي ثلاث روابط. الرابط الحالي انا بهمني هو رابط الابروف لانه انا من خلال رابط الابروف بدي اوجه اليوزر لهذا الرابط لانه هذا الرابط اللي حيخلي اليوزر يعمل عمليه الدفع. يعني فعليا في الريسبونس اللي رجع لي هنا هلاقي رابط هاي الروابط تبعتنا فمن ضمنه في رابط الريليشن تبعته اسمها ابروف. وين اللينكس؟ نبحث هنا على كلمة لينكس لانه هنا الكود
تمام. هاي اللينكس عبارة عن array. الاري هذه فيها edit objects، فأنا بدي أعمل مش عارف كيف ممكن نعملها view based source، هتطلع أظن شكلها أوضح هيك أوضح. طب إذا أنا الأوبجكت هذا بيحتوي على هذول البروبرتيز، تمام، في عندي بروبرتي اسمها headers ما بتلزمني، في عندي بروبرتي اسمها links موجودة جوا الريزلت. يعني أنا كالتالي هعمل الآن، أنا الخطوة اللي لازم أعملها بدل ما أنا أطبع الريسبونس، تمام، احنا طبعا أنا بس بهدف إنه نشوف، احنا فعليا ما بدنا نطبع، بدنا نوجه اليوزر لصفحة الدفع. فالريسبونس اللي رجع لي أنا ممكن أفحص شغلة زي كده، if الريسبونس اللي رجع الستاتس كود تبعه يساوي 201، يعني هنا فعليا العملية تمت إنه أنشا لي أوردر، تمام، فأكيد حيكون بعث لي في الريزلت حاجة اسمها links هاي. فأنا مفترض إنه حعمل هنا زي جملة for each على الريسبونس اللي رجع للريزلت لللينكس as link. الآن كل لينك رجع لي هو عبارة عن object، هذا اللينك الأوبجكت بيحتوي على إيش؟ بيحتوي على اتشرف والريل والميثود. انا فعليا بهمني افحص الريل، انا بدي ادور على الريل تبعت الابروف، تمام. فبدنا نعمل هنا تشيك اف اللينك اللي انا بلف عليه حاليا من الفور ايتش قيمه الريل تبعته تساوي ابروف، قيمه الريل تساوي ابروف، تمام. في الحاله هاي انا وصلت لللينك اللي انا بدي اياه. انا هنا بدي اعمل ريتيرن لا راوت، عفوا ده عملية ريدايركت، فأنا ممكن أحكي له ريتين، ده عملية ريدايركت بس أنا بدي أوجه اليوزر لصفحة خارجية، فأحكي له ريدايركت أواي، روح على صفحة خارجية، وفي الأواي حبعت له رابط اللينك. رابط اللينك حلاقيه إيش هو؟ عبارة عن لينك الفاريبل تبعي سهم لينك أو أتشرف بالشكل هذا. فانا بمجرد ما يتم عمليه الدفع بروح اوجهه، بروح ادور على اللينكس اللي رجعت لي في الريسبونس. اللينكس هنا بدور على اللينك تبع الابروف، وبدي اوجه المستخدم على صفحه الابروف هذه. طبعا وظيفه الابروف انه اليوزر حيروح هناك يدفع، بعد ما يدفع الباي بال حترجعه هنا، تمام. فانا هنا حتصلني بيانات معينه انا ممكن استخدمها عشان افحص. فممكن احنا في المرحله هذه نعمل دي دي للريكوست اوبجكت كله اللي حيرجع لي، نشوف ايش بيحتوي. مثلا ريكوست اول كل البيانات اللي حتكون راجعه في الريكوست. لو عمل كانسل برضه ممكن يكون بعت لي بيانات في الكانسل، فانا ممكن نعمل هنا كانسل كتستنج في المرحله هذه. طيب عشان نعمل كانه عملنا له اوي، هو فعليا كانه حيستدعي هذا الرابط، يعني فعليا هذا الراوت تبع الابروف انا لما اعمل ريدايركت اواي كانه اليوزر طلبه، يعني كانه انا ايش رحت هنا وتم توجيهي لصفحه الدفع. فهتطلع للمستخدم هذه الصفحه وحنطلب منه طبعا يعمل لوجن. الان عشان احنا بنشتغل ساند بوكس تيستينج، ففي حسابي تبع الديفلوبر في عندنا حاجه اسمها ساند بوكس اكاونتس. ساند بوكس اكاونتس بتسمح لي انشئ حسابات وهميه، تمام، للتستنج. حساب تاجر اللي هو انا حينزل في رصيده الفلوس، وحساب بيرسونال والشخص اللي حيدفع الفلوس. طبعا هذا الحساب له ايميل، تمام. لو ضغطنا على الاكاونت على ريفيو او اديت بيعطيني بياناته، بيعطيني الايميل حامل منه لوجن، وبيعطيني الباسورد. طبعا احنا ممكن نعمل تشينج باسورد اذا احنا نسيناها، وانا اعتقد نسيها. فبس بنرجع على صفحة الدفع، طبعا هي صفحة الدفع طلعت بالعبرية عشان انا حسابي بالعبري. يفترض بشكل عام احنا مش المكتوب، لاحظوا ايش طلعت هنا الرسالة، طلع رسالة او هذا الريكوست اللي رجع لمين؟ هاي لاحظوا وين رجع، هو رجع على الريتين يو ار ال، راح بعت لي التوكن وبعت لي الباير اي دي. مش عارف احنا ضغطنا عليه صح او لا. طيب ايش يعني البيانات اللي رجعت؟ يفترض هو يبعت لي التوكن، يبعت لي الكابشر اي دي، هو يفترض يكون بعت لي.
فخليني أتأكد من الدوكيومنتيشن. لم يفترض أن هسه يدخل على تفاصيل الدفع، ما أعطاني إياها، مش عارف إيش السبب، لسبب عبري ما كانتش واضحة. طيب قلت بعد ما أنشأت الأوردر نيجي لجزئية الكابتشر. جزئية الكابتشر هذه هنحطها في كود الريتير، فاحنا هنروح ننشئ أوردر كابتشر وهنبقى execute للريكوست. فالابروف اوردر اي دي يفترض ان رجع لي الاوردر اي دي، الاوردر اي دي هذا حيرجع لي في الريتيرن. الريتيرن اللي هو مش عارف ده مقصود فيه التوكن، بس غالبا مش التوكن. وعشان نتأكد روحنا على السامبلز جزئية الاوثرايزيشن، انا بعمل كابشر للاوردر، فالكابشر اوردر اللي هو الاوثرايزيشن اي دي. تمام، اذا هيصلني الاوثرايزيشن اي دي، فبنشئ منه اوبجكت وبنشئ الديباج، بعمل اكسكيوت. اوكي تمام. الان بعد ما تم توجيه اليوزر للصفحة تبعتي، هو بعت لي التوكن، مش عارف اذا هو الاوثرايزيشن اي دي او لا، يفترض مش هو. وفي عندي البير اي دي. انا بدي اجرب موضوع التشيك اوت مره ثانيه. يفترض التشيك اوت هذا هينشي اوردر، هيرجعه لصفحه، او هيوجهني، هي لاحظوا هي الريتين اول اللي احنا عملناها، ورجعتني او ودتني على صفحه البيبر. طيب هنا لازم اعمل لوجين، هذه الخطوه اللي ما صارت معنا. هنا ديسك انه بحكي لي ايش الطريقه اللي بدك تشتغل عليها. هذه على فكره شكلها هي كانت الكانسل، هو راح هنا لمين؟ للريتيرن. طب هل انا بدي ادفع بالفيزا ولا بدي ادفع بالحساب على باي بال؟ خلينا ندفع بالحساب على باي بال. هاي التفاصيل، نستخدم مثلا هذا الحساب. تمام، هاي العملية بحكي لي، مش عارف المشكلة بالعبري، فأنا مش فاهم حاجة. لأنه بدنا نستخدم الكود اللي تحت، ايش هيعطيني؟ اوكي اوكي نضغط هنا، ماشي، برضه رجعني على هذه الصفحة. طيب خلينا نجرب انه هل التوكن هو يعتبر الكابشر اي دي او لا. بصراحة ما كان الشيك يطلع معنا في البداية. هو قلت رجع على صفحة البيبر ريتيرن، احنا طبعنا فيها بيانات الريكوست. الان يفترض انه هنا بدنا نعمل عملية كابشر للبيمنت اللي صار، يعني هنا البيمنت مش هيتنفذ الا اذا انا عملت له هنا خطوه احنا بنسميها خطوه الكابشر. خطوه الكابشر بتتم من خلال الطريقه هذه، ما بنشئ كابشر ريكويست. تمام، يعني خلينا ناخذ نفس الكود اللي هنا، نعمل يوزر واشيل الكابشر ريكويست هذا فوق. تمام، وتحت هناخذ الكود اللي بيعمل العملية هذه، وهنكتب حنوضح ايش الكود هذا برضه. مفترض الاوردر اي دي اللي رجع هذا استخدمناه، احنا ما خزنناهوش، يمكن هذا هو المشكلة اللي صارت معنا. اوكي
كابشر حنكتب الكود اللي هان. هذا الكود ايش بيعمل؟ بينشئ اوبجكت. طب احنا يفترض بنبعث الاوردر اي دي، يفترض الاوردر اي دي احنا اخذناه من الريسبونس اللي بيرجع، لانه في الريسبونس اللي بيرجع لو طلعنا على الكود ضيعنا، كان عندي من ضمن الكود اللي بيرجع الاي دي تمام في الريسبونس، في الريزلت عندي حاجه اسمها اي دي، فيفترض ان انا بعمل كابشر للاي دي هذا. فاحنا ضيعنا. طب كيف بدنا نحصل على الاي دي هذا؟ بدنا نخزنه في السيشن، بدنا نخزنه في السيشن. يعني عشان نعيد الخطوات هذه بشكل صحيح، بدنا نخزن الكابشر اللي بيرجع لي تمام من الريسبونس في الاي دي هنا، بدي اخزنه في السيشن عشان اتعامل معه في عمليه الكابشر لما تعمل كابشر للاوردر. تمام. طيب عشان هيك بدنا نعدل شويه في الكود هنا قبل ما نعمل عمليه الريدايركت. تمام. بدي اجي اعمل هنا اخزن في السيشن، اعمل بوت للبيبر مثلا عن اوردر اي دي، وقيمته حتكون هناخدها من الريسبونس ريزلت اي دي. انا لما يرجع على صفحة الريتيرن هقرا القيمة هذه، فانا يفترض هنا هذه القيمة هناخدها من السيشن جيت بيبر اوردر اي دي. بعدك حننفذ خطوة الاكسكيوت، وهنا حيطلع الريزلت تبعت العملية اللي بتصير. الريسبونس اللي حيرجع خلاص مجرد انه معلومات عن الباير اللي دفع والستاتس، اذا كانت كومبليتد يبقى العملية بتاعت الدفع اكتملت بشكل ناجح. تمام. فخلينا هنا احنا بنطبعها، فممكن نطبعها باستخدام الدي دي افضل من البرنت ار. بدنا نعيد الخطوات اللي عملناها. تمام. نستدل تشيك اوت مرة تانية. طبعا يفترض انه انا بعد ما عملت التشيك اوت وجبت الاوردر والعملية كانت ناجحة، تمام، انه انا اروح امسح القيمة اللي في السيشن، فاروح احكي له سيشن فورجيت فور جيت للكي تبعنا اللي اسمه بيبال اول اي دي، عشان ما يضلوش موجود في السيشن ما بيلزم. يعني بعد ما اخلص عملية الكابشر نروح نحذفه بالشكل هذا، سيشن مكتوبة صح. طيب نعمل عملية اللي هي التيست المرة تانية مع نضيفنا موضوع السيشن للاوردر اي دي. أنشأ أوردر وداني على صفحة الدفع. طبعا يبدو أنه أنا عامل already login، مش عارف أنا ليش في الرسالة بتطلع. هنجرب هيك، تأكد من بياناتي وقلت له أوكي ما فيه ادفع. Undefined variable client، هذه الغلطة اللي غلطناها، بس عموما مش مشكلة. الـ client هذا من وين حنجيبه؟ من الـ client، واحنا already عملنا في الكنترولر this get people client. اوكي مش مشكلة، احنا already في الصفحة. الآن لو عملنا refresh هيرجع ينفذ الكود هذا، وهيك هذه القيمة موجودة في السيشن فمفيش عندنا مشكلة. هنضغط enter كأنه رجع لي هو بشكل تلقائي. الآن بيحاول يعمل كابشر وهي الريسبونس اللي رجع. رجع لي الستاتس كود 200 وفي الريزلت رجع لي كذا، وحلاقي انه الستاتس كومبليتد. طالما الستاتس كومبليتد يبقى انا هيك فعليا انه هفترض انه اليوزر عمل عملية الدفع، وبالتالي انا يفترض في الخطوة هذه اكون عامل فحص مثلا اف الريسبونس اللي رجع في جزئية الريزلت. تمام. انا عندي ريسبونس ريزلت جوا ستاتس، إذا كان يساوي completed تمام، فهذا معناته إنه عملية الدفع كانت ناجحة، وبالتالي أنا مثلا mark
مثلا اكتب الكود اللي بيمارك الاوردر تبعنا از ديت انه تم دفعه. فهنا مفترض يجي كود برمجي نكتبه انه بيحدد انه الاوردر هذا صار مدفوع. طبعا معلومات الاوردر من وين حنحصل عليها؟ مش هتكون هنا، يعني هو مش هيرجع لي اياها. وهذه معلومات طبعا مين اللي الشخص اللي دفع بياناته، البير اي دي وتفاصيله، وبالتالي هذه ممكن استفيد منها. اعطي مستخدم حساب الساند بوكس، تمام، اللي انا عامله هنا هاي الساند بوكس، لو طلعنا على الايميل هو نفس الحساب وهي اسم اليوزر، عشان هيك كان يطلع لي بياناته. طبعا ممكن ادخل على اليوزر هذا، لو انا عملت لوجن بالحساب بشوف مثلا الدفعات اللي هو دفعها، يعني ممكن اعمل مانجمنت باي كولز اشوف اذا هنا ببين حاجه او لا. هاي العمليات اللي انا عملتها اليوم بتبينها انه انا شايل 3 اوردر، وهذا عملية الكابشر الاخيرة اللي احنا عملناها. فهنا برضه انا ممكن اعمل مانجمنت او اتبع هل فعلا بيتم التواصل مع الاي بي اي تبعي بشكل صحيح او لا. بشكل عام هيك انا بربط في عملية الدفع مع باي بال. زي ما حكينا في النقطة دي، يفترض انه انا حيكون عندي اوردر. لقيت موضوع الاوردر لانه مش موجود، انا ممكن احصل على بياناته من الاوردر اي دي اعتقد. ففي مثلا ممكن نحصل على معلومات الاوردر في لها اي بي اي، يعني انا ممكن اروح على السامبلز وفي عندنا هنا مثلا زي جيت اوردر، هذه مثلا بنشئ كلاينت بقول له اكسكيوت ان اوردر جيت، وبقول له هات لي معلومات الاوردر، فبنسمي معلومات الاوردر لينكس، مش عارف اذا هو بيرجع لي بيانات لها علاقه بالريفرنس اي دي او لا. طب ممكن نجرب انه انا بروح اعمل هذا الاوردر، نشوف هنا بدي اعمل دي دي للريسبونس اللي بيرجع. طبعا هاي بنعمل ايش هنا، يوز للاوردر بتاعت الريكوست، الاوردر اي دي يفترض هو هذا الاوردر اللي في السيشن. طبعا احنا حذفنا او اعتقد معلوماته في الدي دي موجودة، هاي الاوردر اي دي تبعنا. هنعمل تيستيك على جنب لموضوع الفحص تبع الاوردر اي دي. خلينا نعمل هيك، انا راوت مستقل او في التشيك اوت نفسها، اذا انا بدي افتح طبعا هذه، خلينا ناخذ زي كده هاي الاوردر اي دي، فانا بدي اعمل تيست على الجزئيه هذه بس لحالها. فبدي اروح على التشيك اوت اللي فوق، بعد ما انشئ الكلاينت بدي اعمل الكلام هذا، بس بتفحص الاوردر، بديش اعمل يعني عمليه تشيك اوت كامله، وبالتالي مش هيكمل. بشوف هل من ضمن الاوردر في بيانات بترجع لي الريفرنس اي دي تبعي هذا، وبيمثل لي رقم الاوردر عشان اقدر اتعامل معه بعد كده او لا. لو رحنا طلبنا صفحة التشيك اوت، تمام، هاي معلومات الاوردر في الريزلت، حاجة الاي دي والانتنت والبرشيس والباير تبعه، ما فيش معلومات عن هاي الريفرنس اي دي موجود في البرشيس يونتس اللي انا فعليا بعته، تمام. وبالتالي هيك انا ممكن احصل على الاي دي تبعنا. كيف بدنا نحصل عليه؟ فعليا انه انا صار عندي هام بعد ما استعلم عن الاوردر تبعي، طبعا الاوردر هيكون جايني من هنا فعليا من السيشن، عشان نكمل بس الكود بشكل صحيح. يفترض بعد هيك انا اذا بدي اجيب الاوردر تبعنا اللي هو اور اوردر اي دي، تمام، الاوردر اي دي تبعنا، عشان نجيبه بدنا نحكي له من الريسبونس انك تروح على الريزلت. طبعا ممكن افحص، تمام، من الريسبونس على الريزلت، في الريزلت في عندي حاجه اسمها بيرشيس يونتس. طبعا بيرشيس يونتس عباره عن اري، طبعا لانه احنا بعتين اوريدي لما انشانا الاوردر فوق، احنا اوريدي بعتين في البيرشيس يونت فقط اري واحده، عنصر واحد، فانا اكيد حتعامل مع الزيرو، تمام. هذه النقطة اللي فوق مش هتلزمني يعني، بس للتست كانت، هاي نشيلها. إذا أنا عشان أجيب معلومات الأوردر من الريسبونس اللي رجع لي هذا الجديد result،
طبعا ممكن نغيره، هذا خلينا نسميه order response عشان بس ما يكونش تشابه في الأسماء. من الـ order response للرجالة في عندي حق الاسم result، في الـ result في عندي purchase units. الـ purchase units هي array، عشان هيك حطيته أنا صفر إنه أول عنصر في الـ array. جوا العنصر أو جوا الـ array هذه في عندي reference ID. فعليا هذا هيك أنا وصلت ل اللي هي our order ID تبعنا. وبالتالي مثلا لو انا عندي موديل، فبحكي له مثلا من الاوردر موديل تبعنا فايند الاوردر اي دي اللي جبناه وهيك مثلا. وبعد هيك بروح احكي مثلا الاوردر هذا مثلا الستاتس تبعته تساوي مثلا كومبليتد، انه انا اكتمل الاوردر وبعمل له اوردر سيف. هيك انا بعمل يعني هذه الخطوه اللي انا لازم اعملها في حال انه العمليه اكتملت طبعا. وهيك انا بكون سجلت انه هذا الاوردر تبع. طبعا ممكن اخزن بيانات متعلقه بعمليه الدفع مع هذا الاوردر، وهذا اللي يفضل دائما انه اروح اخزن مثلا زي الاوردر اي دي تبع بيبال عندي في الداتابيز عشان اعرف انه ايش الريفرنس تبعه. ممكن اخزن معلومات عن البير اي دي برضه والتفاصيل تبعته. بشكل عام البيمنتس هنا هاي الكابشرز اللي صارت، هذا رقم الكابشر وحالته كومبليتد وقديش المبلغ اللي اندفع، هي المبلغ اللي احنا طلبناه 100. وطبعا الفاينل كابشر ترو انه خلاص ما ضلش فيه كابشر، ويعني هذه كلها معلومات بترجع انا ممكن استغلها. تمام. فاحنا خطوة الدفع في الباي بال هي فعليا انه انا بنشي اوردر، هنعيد بس الخطوات بشكل عام، انه انا بنشي اوردر تمام من خلال الاوردر ريكوست. هذا اهم نقطة، موضوع الريتيرن والكانسل يو ار ال، هدول الاثنين لازم عليكم السلام اكون محددهم، لانه انا بدي بعد ما اليوزر يتم توجيهه لصفحة الباي بال بده الباي بال يترجعه للصفحة تبعتي. فلو هو عمل كانسل فانا يفترض انه ما عملش حاجة، او اني بحكي ان الاوردر نوت بيد. لكن لو عمل ريتيرن فبدي اتاكد، بدي اروح اعمل في خطوه الريتيرن خطوه الكابشر. طبعا زي ما حكينا لما انشي اوردر بيرجع لي من ضمن الريسبونس اللينكس، فبدي ادور على اللينك تبع الابروف بحيث اني حوجه اليوزر له. هذا اللينك الابروف فعليا يعني بوجه اليوزر لصفحه البيبر للدفع. بعد ما يدفع حيتم توجيهه لصفحه الريتيرن اللي انا حددتها، وطبعا احنا رابطينها باكشن. وبالتالي هنا في جزئيه الاكشن لازم اعمل كابشر للريكوست. وطبعا في حال انه الكابشر تمت بشكل سليم خلاص بروح مثلا اروح بعمل عملية انه هذا الاوردر تبعنا صار كومبليتد، وهيك انه اليوزر عمل عملية دفع. هذا باختصار عملية الربط مع باي بال بالطريقة هذه حتكون.